خدمة عظيمة، خدمة عظيمة. السلام عليكم. السلام. هاي الشاي بسم الله. شاهي؟ اي نعم. سب. سوي سوي شاي، عطوا بريك شاي، عطوا كبير ذا. لو سمحت. تفضل. أنت دكتور؟ لا صيدلي. صيدلي؟ أيوه. صيدلي. أيوه صيدلي. أنت تكلم جد، أنت صيدلي؟ آه صيدلي. النصب والغش والاحتيال وكل حاجة مجمعة فيك. طب يا أخي أنتم ما عندكم إلا أدوية كلها كيماوي، ما عندكم إلا الخرطي، ما عندكم إلا على قولة الشباب الضعوي، ما عندكم حاجة، أدويتكم كلها أنتم ما تبيعوش دواء، أنتم تبيعوا داء. أفهم يا أخي؟ أسمع، خذ مني نصيحة. أفسخ البنطها. مين انت عشان اخذ منك نصيحة؟ انا بقاش عميد العطارين في جنوب غرب اسيا. يا عم بلا بقاش. افسخ الكوت هذا وتعال عندي انا وابو جابر هنا في المحل، اشتغل معانا واترغك من الصيدلية الغش والنصب والاحتيال. مين الصيدلية غش واحتيال؟ غش واحتيال ايه؟ غش واحتيال ايه؟ غش واحتيال ايه؟ غش واحتيال ايه؟ يا راسي الله يحظه هذا الصيدلي، كنت بدقدقه دقدقه بس انطفى النور. ما طفى النور يا بقاش الا الصيدلي هذا طلع يلعب حديد وضرب براسك الارض لما بديت تشوف نجوم. لا, لا 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 انا كنت متفوق عليه، بس سبحان الله من لما انطفى النور ما حسيت بنفسي. يا رجال الصيدلي ذا واحد عن عشرة، تقول له سبع يدين. متنا عجزنا نفتك منه. صار من سنغافورة.